مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم ونقف مع فقرات حلقتنا لهذا اليوم، ومعنا ضمن هذا الوقت في خبر الصباح الكثير من المواضيع المهمة. من هذه المواضيع مسألة المبادرات. الكل يعلم بأنه المبادرة معناها أنه شخص راح يبادر ويكون هو الأول بخطواته. الشخص المبادر يحتاج إلى أنه يكون شخص واثق بنفسه، شخص يستطيع أنه يتحلى بالشجاعة حتى يعني يبدي بهذا الموضوع ويبادر به، وبعد ذلك ممكن يلحق أفراد آخرين يخطون نفس خطواته. الموضوع الآخر المهم اللي هو في ذات الكفة وفي ذات المستوى من الأهمية، نوع المبادرة شقد هي مهمة للمجتمع. اليوم عندنا الشخصيتين والموضوعين متوفرات، الشخصية المبادرة الشجاعة القيادية، وكذلك الموضوع اللي هو أيضا يمس المجتمع اللي هو موضوع التشجير. مسألة التشجير يحتاجها المجتمع كثيرا، سواء في كربلاء أو في بقية محافظات العراق. كل احنا نعرف أنه في هذا الوقت بدينا نشاهد أنه هناك ارتفاع بدرجات الحرارة أو ازدياد بكميات الغبار، بالإضافة إلى الحالة النفسية اللي يعني تتبعها مسألة التشجير ووجود الأشجار في المجتمع. فأعتقد يعني اليوم عندنا الموضوعين، موضوع التشجير وموضوع المبادرة، اثنيناتهم راح يتوفرون معنا مع الناشط المدني حسين هيثم. خلينا نتعرف عليه إن شاء الله ونشوف هذه المبادرة وقيمتها وشون يقدر أنه يتخطى كل المعوقات اللي ممكن تكون بالتأكيد في أي عمل موجودة. معنا الناشط المدني حسين هيثم. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله. السلام عليكم، ورحمة الله. عليكم السلام. أهلا ومرحبا بكم الأستاذ حسين هيثم الناشط المدني. دعونا بداية نتحدث عن النشاط أو مبادرة زينب بالتحديد. كانت من المبادرات الجميلة اللي هي غرس الشتلات في مدينة كربلاء المقدسة بالتعاون مع بلدية كربلاء. طيب خلينا نتعرف بداية، لماذا اخترتم هذا الاسم زينب؟ اسم لافت للانتباه. اي نعم، معنى اسم زينب هو يعني بالمعجم هي الشجرة حسنة المنظر وطيبة الرائحة. نعم، يعني هذا من هذا المنطلق. يعني ايضا تتدرج الى السيده زينب. نعم احسنتم، سلام الله تعالى عليها. طيب هل المبادره، دعونا نتحدث عن المبادره ايضا، هل المبادره ذاتيه ام هناك دعم من المؤسسات الحكوميه والاهليه لهذه المبادره؟ المبادره بجهود ذاتيه بحته ولله سبحانه وتعالى ولمدينه الحسين ان شاء الله ولمحافظات العراق كافه، لان اهل البيت ما محددين برقعة جغرافية، أهل البيت للعالم كله، فإن شاء الله يعني على المستوى المحافظات كلها. نعم، لكن حقيقة يعني تلاحظ أنه هذه المبادرات تحتاج إلى أعداد كبيرة، وتحتاج إلى أنه يعني الحكومة المحلية أيضا تكون مساهمة بهذا الموضوع، لأنه أنت مو فقط أنه تذهب للمكان اللي يحتاج تشجير وتزرع النباتات اللي يحتاجها أو تكون مناسبة لهذا المكان، تحتاج هذه النباتات إلى استدامة إلى رعاية، فأنت راح تبادر بالموضوع يحتاج إلى أنه شخص يتمم عملك ويتابع هذا العمل باستمرار. هل هناك اتفاق أو تعاون مع مديرية بلدية كربلاء حتى أنه تهتم بالأشجار اللي أنت راح تبادر أساسا بزراعتها بهذه المناطق اللي تحتاج إلى تشجير؟ اي طبعا، كان اكو اتفاقات يعني مسبقه بحد ما وصلنا لهي النقطه اللي هي قبل 3 ايام، يعني بادرنا من 9 آب لحد الان، توجهنا يعني لعده محافظات لعده مناطق لحد ما استقرينا بكربلاء المقدسه. تعاونوا ويانا بلديه كربلاء ومدير البلديه سيد حسن، يعني نشكر جهوده اللي بذلها ويانا. احنا نختار المنطقه ونشوف اذا بيها نظام تقطير او لا، لان اذا ما بيها نظام تقطير ما راح نقدر نزرع. يعني هذه كانت اصعب شيء واجهناه هو المي. نعم. طيب خلينا اخر سؤال معاكم استاذ حسين، عدد المتطوعين اللي شاركوا في هذه المبادره هل هو عدد جيد يكفي لان يعني يغطي نشاطات المبادره؟ بالاضافه الى انه هل هناك خطط مستقبليه لان تنتقلون يعني من محافظه كربلاء الى التوسع الى محافظات مختلفه في العراق؟ اي المتطوعين اللي شاركوا يعني عدد بسيط 15 شاب، بس اللي ما قبلهم يعني هذول احنا شلون وصلنا لهي النقطة، اللي ما قبلهم انا اشكرهم كلهم، يعني اللي المتبرعين اللي ساهموا بالتوفير الاشجار،
أهل المشاتل، كل اللي ساهموا بالوصول لهاي النقطة اللي هي التشجير، أنا يعني جدا ممنون منهم، ولو ما يعني بفضل الله تعالى وهم يعني هاي المبادرة ما تصير. نعم أحسنتم. بالإضافة إلى أنه سؤالنا اللي بادرناكم إياه، الخطط المستقبلية للتوسع في المحافظات؟ إن شاء الله الخطط المستقبلية يعني راح نتفق ويا البلديات، مثلا اي بلديه اذا مكان ما بي تشجير بس بنظام تقطير او يقدرون يوفرون نظام تقطير، راح نكون يعني جاهزين انه نزرع باي محافظه ان شاء الله. خطوه مباركه ان شاء الله، ونتمنى لكم بالتاكيد التوفيق والسداد في هذه الخطوات، وانت رمز للشباب اللي هو طموح واللي ممكن يواجه الكثير من المعوقات ولكن هو يجاوزها بصبر وبتحدي. نتمنى لكم التوفيق حقيقه الناشط المدني حسين هيثم، وبالتاكيد الوقت لك اذا كانت لديك كلمه. نعم ان شاء الله. احنا عندنا مقوله نقول ولانها سارت بلا ظل سنزرع في كل خطوه زينبه تظلل على رؤوسنا ما دمنا في الطريق لرأس أخيها. جميل لطيف جدا هذا الشعار. اللي يحبون يحبون يشاركون موجود الحساب بموقع التواصل الاجتماعي وأرقام يعني مفتوحة المشاركات أستاذ حسين. مفتوحة المشاركات والتبرعات همين مفتوحة. اسم الحساب هو زينبة. نعم على موقع التواصل الاجتماعي كافة، على الفيسبوك الإنستغرام وغيرها. أي نعم إن شاء الله. شكرا جزيلا، وصراحة كلش محتاجين لهكذا مبادرات. شكرا لأستاذ حسين هيثم الناشط المدني من مبادرة زينبة. نعم.